اهلا وسهلا بكم في قناة مستر محسن، ومعانا النهاردة الخطوة السادسة من خطوات العملية لتعلم اللغة الإنجليزية. وهنا النهاردة هدفنا عن الثقافة والتكنولوجيا، ازاي نتعرف على تفاصيل الهدف بتاع تعرف الثقافة او التعامل مع التكنولوجيا. وزي ما تعودنا في كل فيديو هنبدأ الاول بالخطوات او اللي احنا هنناقشه في الفيديو. اولا هنتعرف على ايه هو هدف تعلم اللغة الانجليزية بغرض الثقافة والتعامل مع التكنولوجيا. من هدفهم الثقافة والتعامل مع التكنولوجيا واوجه الثقافة والتعامل مع التكنولوجيا ومجالاتها. هنتعرف على طريقة التعلم والتدريب والممارسة، ويلا نبدأ مع بعض. الاول نعرف ايه هو هدفنا في التعامل مع الثقافة التعامل مع التكنولوجيا. أولا، الواقع المحيط بنا تملأ ثقافة جاية من الغرب، والثقافة دي بيكون اللغة الإنجليزية هو عنوان ليها، لأنها أكثر انتشارا حتى في الغرب وفي العالم كله. هي اللغة الأكثر انتشارا للغة الإنجليزية، فنرى كثير من الناس في أماكن عديدة، ممكن يكون هو فرنساوي أو ألماني أو ياباني أو صيني أو أي جنسية أخرى، بس بيتكلم انجليزي كجزء من الثقافة بتاعته، فهي انتشارها واسع للتواصل على مستوى العالم. فلذلك هي اللغة الانجليزية هي الاكثر انتشارا. وبعدين الهدف للكثيرين طبعا ان احنا نتعرف على الثقافة ويطلع على العلم اللي جاي من العالم الغربي، العلم الاكثر تطور في مجالات كتير ومنها مجال التكنولوجيا. بس في نفس الوقت احنا بنحافظ على الثقافة بتاعتنا وبناخد من الثقافة الغربية اللي نراه ان هو يقدر يحسن من مستوانا ونتعرف على العلم، في حين الاحتفاظ بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا الشرقية الأصيلة. الأفلام الأمريكية موجودة في شاشات كتير، وكتير منكم بيحب الأفلام، حتى الأفلام الهندية كتير منكم بيحب الأفلام الهندية. بس بنلاحظ بوضوح تام، والمتابع للأفلام الهندية بيلاحظ معايا، إن اللغة الإنجليزية واخدة جانب كبير من الأفلام الهندية. هنلاحظ إن دايما أو عادة بيكون التصوير في أماكن عفوا في أماكن غربية، وحتى لو في الهند بنلاحظ إن في أحيانا حوارات تكون باللغة الإنجليزية داخل الفيلم الهندي. لذلك مهم جدا ان احنا نتعرف اللغة الانجليزية ونتعلمها. دلوقتي احنا في عصر المعلومات، وعصر المعلومات ده عنوانه التكنولوجيا الرقمية. ايه هي التكنولوجيا الرقمية؟ هي التكنولوجيا اللي بنتعامل بها من خلال اجهزة الحاسب الالي او الكمبيوتر والهواتف الذكية، حتى في العربيات والسيارات، حتى موجود في اماكن العمل. في اشياء كتير بنلاحظ ان احنا بنستخدم التكنولوجيا الرقمية دايما، آلات التصوير، السيارات، أشياء كتير 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 حاليا بتستخدم التكنولوجيا الرقمية. وغالبية التكنولوجيا الرقمية دي بتتعامل باللغة الإنجليزية، حتى لو قمنا بتعريب البرامج بتاعتها أو كانت باللغة العربية، هنلاحظ بعض الإعدادات مكتوبة باللغة الإنجليزية ولا يمكن تعريبها حتى في اللغات الأخرى. لذلك إحنا لازم نتعلم اللغة الإنجليزية عشان نتعرف على الحاجات دي. يبقى أنا مفيش غنى عن ان انا اتعرف على اللغة الانجليزية واتعلمها بغرض اني اتعامل مع اجهزة التكنولوجية اللي هتفيدني في حياتي واتعرف على الثقافة الغربية. هننتقل للجزء مين هدفهم الثقافة والتعامل مع التكنولوجيا. الثقافة اللي بيحب القراءة، بيحب قراءة اللغات. مين في بعض الناس هوايتهم تعلم لغات ومنها اللغة الإنجليزية، حتى لو مش بيتعامل بيها بس هو بيحب إن هو يتعلم لغات كتير، واحدة منهم أكيد هتكون اللغة الإنجليزية. اللي بيحبوا يتفرجوا على الأفلام والمسلسلات الأمريكية لأنها ناطقة باللغة الإنجليزية، دي ضمن الثقافة. مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي تكنولوجيا، أحيانا تلاقي رسائل جاية لك من مواقع زي فيسبوك، تويتر، أو أي موقع من المواقع التانية باللغة الإنجليزية، فأنت لازم تفهم مضمون الرسالة دي عشان تعرف تختار يا إما يس يا إما نو، أيوة أو لا. طلاب كليات ومعاهد الكمبيوتر والتكنولوجيا محتاجين إن هم يتعرفوا على
اللغة الإنجليزية ويتعلموها لأنهم يستخدموها في المجال الخاص بهم. المهندسين وفنانين الكمبيوتر محتاجين للتعامل مع أجهزة الكمبيوتر وصيانتها. متصفحين المواقع الإلكترونية محتاجين يتعرفوا على اللغة الإنجليزية، لأن كتير من المواقع بيستخدم اللغة الإنجليزية كأساس، وإن هي لغة الإنترنت الأولى زي ما أنتوا عارفين. التكنولوجيا، تمام، مستخدمين الهواتف الذكية، أي تليفونات حاليا أو هواتف ذكية سواء سامسونج، بلاك بيري، هواوي، أي من الاستخدام ده لازم استخدم اللغة الإنجليزية، لأن أنا بتعامل مع بعض المواقع ومع بعض البرامج، فهحتاج اللغة الإنجليزية بشكل مهم جدا. ننتقل إلى الشيء الآخر، وهو أوجه الثقافة والتكنولوجيا. عندي باللغة الإنجليزية، هنحط مجالات الثقافة أو العمل، وإيه هي باللغة العربية. عند reading تعني باللغة الإنجليزية يعني القراءة، قراءة القصص والكتب باللغة الإنجليزية مهم جدا. هي اللغة الإنجليزية مش صعبة، بس محتاجة إننا نتعلمها بشكل جيد، وهنبدأ نمارس ونطبق ونستفيد من ده. تعلم اللغات، أحيانا الناس عندها هوايات لتعلم اللغات، ومنها أكيد اللغة الإنجليزية مش استثناء. watching English speaking movies، مشاهدة الأفلام الناطقة باللغة الإنجليزية، ده محب الأفلام الأمريكية حتى الأفلام الهندية برضو. computer science، علوم الكمبيوتر، ده للناس الدارسين في الكمبيوتر أو الناس اللي بتشتغل وبتتعلم شغل الكمبيوتر أو عاوز تبقى مبرمج أو الأشياء دي. computer maintenance، صيانة الكمبيوتر، لو كنت مهندس او فني لاصلاح الكمبيوتر فانت محتاج تتعرف على اللغة الانجليزية، لان برامج الصيانة هي ناطقة باللغة الانجليزية بدون استثناء. برامج الصيانة ناطقة باللغة الانجليزية لان هي لغة الكمبيوتر الاساسي انجليزية. هي بعض البرامج زي الويندوز او الاوفيس ممكن تكون باللغة العربية، بس مفيش غنى عن تعلم الانجليزي لانك انت محتاجه. networking، الشبكات، الشبكات بتحتاج اللغة الإنجليزية في ضبط الإعدادات أو أشياء أخرى. software، البرمجيات، التعرف على بعض البرامج الشهيرة محتاج اللغة الإنجليزية، سواء setup، إن أنا أعمل setup للبرنامج يعني أنزل البرنامج وأشغله عندي، أو إني أتعامل معاه بشكل كامل. الإنترنت، زي ما عرفنا إن التعرف على الإنترنت واستخداماته واحدة من أهم الأشياء اللي بتدفعني لتعلم اللغة الإنجليزية، لأن الإنترنت هي لغته اللغة الإنجليزية، فنلاحظ حتى في العنوان أو في أي شيء أو تبعت رسالة للمواقع لازم يكون باللغة الإنجليزية. البرمجة، بروجرامينج، ده مجالات البرمجة ولغتها، في أنواع كثيرة من البرمجة، في عندنا برمجة سي بلس بلس، وفي برمجة اسمها برمجة الأندرويد، كلها دي لازم استخدم اللغة الإنجليزية فيها لأن هي اللغة الأساسية لبرمجة الهواتف عفوا وأجهزة الحاسب الآلي. زي ما جايب لكم كده، ده ملخص الأفلام الأمريكية، بعض الأفلام الأمريكية، وهي لو تلاحظوا إنهم كلها ناطقة باللغة الإنجليزية. طريقة التعلم، أولا إحنا اتفقنا ان في كل الاهداف والاشخاص اللي لها اهداف لتعلم اللغه الانجليزيه ان انا اتعلم الاساسيات بشكل جيد، لان الاساسيات دي هي البدايه ببدا انطلق عليها لتحقيق هدفي ان شاء الله. احدد هدفي من دراسه اللغه الانجليزيه هو الاطلاع على الثقافه او اكتشاف والتعرف على التكنولوجيا، جزء من التكنولوجيا معين انا محتاج اعرفه، لذلك محتاج اتعلم اللغه الانجليزيه من اجل الهدف ده او الشيء ده تحديدا، لان كل ما احدد الهدف بتاعي بقدر اوصل له بسهوله ويسر، ويديني ثقه في نفسي لتعلم اكتر من اللغه الانجليزيه. احدد اللي انا اعرفه بالظبط زي ما عرفنا، اتعمق في الفرع، وبعد كده اكتب واقرا اللي انا تعلمته. لحد ما جيت القراءه ده هيكون دافع ليا في الثقافه. القراءة بتعودني على الاستماع، ممكن أستمع الأفلام الأمريكية بشكل جيد، ممكن أقرأ الكتب والمقالات والجرائد على الإنترنت أو الجرائد الورقية والكتب الناطقة باللغة الإنجليزية. لازم يكون معايا قاموس،
قاموس لتعلم اللغة الإنجليزية، مش لتعلم اللغة بس اطلاع على بعض الأشياء الجديدة، الكلمات الجديدة هتطلع عليها عشان تعرف معناها، أو تستخدم القاموس اللي موجود على الإنترنت بس لكلمة أو مصطلح فقط، ما ينفعش تترجم جمل، أنت هتعرف كلمة أو مصطلح فقط، وده اللي هيساعدك في طريقة التعلم. انطلق في الفضاء الإلكتروني، تعرف على المواقع الإنترنت وابحر فيها واعرف مصطلحات جديدة واعرف شغل جديد، لأن هو ده هو هي هي هيساعدك في تعلم اللغة بشكل جيد. ودي أمثلة لبعض المواقع، عندي تويتر، فيسبوك، يوتيوب، تليجرام، في أشياء أخرى كتير. بعد التدريب، فهم الأساسيات هو بيكون البداية زي ما تعرفنا عليها، قوم بالتدريب واختبار مدى فهمنا للنقاط اللي احنا هنناقشها في الفيديوهات الخاصة بطريقة تعاملنا مع الثقافة والتكنولوجيا من خلال في تدريبات هتقدمها قناة مستر محسن. لو احتجت التدريبات دي رجاء ارسال على الايميل الخاص بقناة مستر محسن اللي هو موجود اسفل الفيديو، واحنا بنرسل لكم التدريبات، وفي خلال 24 ساعة هيجيكم الرد مع التدريبات دي. ولو اردتم ان كنتم تتأكدوا من ان اجاباتكم صحيحة او القراءة الصحيحة او الاشياء دي، ممكن ترسلوها تاني لقناة مستر محسن وهنعرفك عليها. اذا كان هدفك التكنولوجيا والتعامل معاها، لازم تزور المواقع والبرامج المختلفة ومحاولة التعرف على المعلومات الموجودة فيها. لو حبيت أي مساعدة ما تترددش في إرسالها لقناة مستر محسن. تكون بعض البرامج اللي أنت محتاج إنك أنت تتعرف عليها زي برنامج فوتوشوب، دي القوائم بتاعته، فأنت محتاج تعرف الأشياء دي معناها إيه وليه بستخدمها. الممارسة، زي ما قلنا الممارسة هي المفتاح السحري لتعلم اللغة. التدريب خطوة مهمة جدا، إنما الممارسة هي اللي هتخلينا إيه يبقى عندنا إتقان. لازم القراءة أو الترجمة واستخدام التكنولوجيا باستمرار، إن أنا أمارس المعلومة اللي أنا خدتها أو اتعرفت عليها من خلال الإنترنت من خلال التدريب، محتاج المعلومة دي أنميها، أدخل على الموقع باستمرار، أحاول أقرأ، أحاول أستخدم، أتعلم من خلال ده. بعد فترة هتلاقي نفسك بتتعامل بشكل جيد وبتعرف المعاني بشكل جيد، ومع أي برنامج جديد هتتعامل معاه بسهولة. هتلاقي بعض الصعوبات زي ما عرفنا في الأول، بس اصبر عليها وحاول تتعلم نسب معينة. ولو محتاج أي مساعدة ما تترددش في إرسال طلب المساعدة من قناة مستر محسن، إما على الإيميل أو تحطه في التعليقات الخاصة بالفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. تمام، دايما افتكر أن نجاحك هو بإيدك، التزام، عزيمة، إرادة، تنظيم، وإصرار، والثقة بالنفس. دول أهم المفاتيح اللي هتأهلك لنجاحك في تعلم اللغة الإنجليزية. وكده انتهينا من الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم والفيديوهات اللي فاتت. لو عندكم اي سؤال او استفسار او طلب مساعدة، ما تتأخروش في ارساله الى قناة مستر محسن، سواء في التعليقات او بالايميل اللي موجود اسفل الفيديو، واشوفكم في فيديوهات لاحقة ان شاء الله. شكرا.